كان تقرير مهم وزياره مهمه يوم الاربعاء اللي فات من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. وخلي بالكم دي ما كانتش الزياره الاولى، في بدايه الموسم زار قطاع الناشئين واجتمع مع المدربين، والنهارده دي الزياره الثانيه مع اللاعبين. طبعا يعني كابتن محمود الخطيب قيمه وقامه كبيره في الكره المصريه، فالنهارده لما يجتمع بقطاع الناشئين ومع اللاعبين الصغيرين فدي حاجه مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم مع شبيب الثوره الجزائري، والتوفيق ان شاء الله لرجاله النادي الاهلي في الجزائر. واستنونا ان شاء الله زي ما وعدنا حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي، وهنكون على هواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي مباراه الاهلي والداخليه 2001. شكرا